هاي، علاش البيت هيك؟ علاش البيت هيك؟ مستانسين تخلوا فيها هيك البيت؟ ما سختوها والله، حالة كارثية ولد فيه. شو ما هذا؟ شو ما فرش كاكك عليه مرة؟ تنتظري عليه وتلعبي عليه؟ اي انت زعما زعما ها ابرك. اما شو بك عاون ما عادش تعاون فيها باش تريق الفراش؟ ماما عاد انت قلت لي ماما كانت تعمل حاجة هي ترجعها واحدة. كيف نقصد كي اللعب مثلا انها كان الشطرنج هذوك ترجعهم لبلاصتها؟ تنظمي عاملة روحك زعما زعما تنظمي تو انت. ما الله تنظيم. ابا 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 وين هكا السيلو نتاع الاردواز هذيك وين؟ وين حطيتيه؟ علاه ما لقيتيش؟ حصيله تو تو باش نظموا معايا البيت هذي برا باش نسكرها التلف باش نظمها البيت. شوف القصص وين، شوف 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 القصص وين حاطين. شوف هذا بير وهذا تو هذا عاجبك تو هكا النظام باهي. شوف عليه هيك عليه عليه هذا علاش حطيتوكم هو اللي نتاع اللعب هذا صندوق علاش عملتوكم باش عملتوكم باش تحطوا فيه لعب عليه هيك. شوف وين حطيتهم شو القصص معناتها البيرو عليه هيك عليه جاب ربي كل شيء عملتها هي حطيني نلعب بالبنيان جاب ربي جاب ربي مش مخرجين لعب كل مره كاش مخرجين ساكره كبيره نتاع اللعب شو تعب شو هذوك علاش حاطينهم غاديك هوك بابا حطهم فهم بابا هيك شنو شو حط على خاطر بابا على خاطر مرام تضرب فيا به هيك تعمليها تعملي هيك تضرب لي به في وجهي وجهي حتى وين تضرب فيا برش حق استغفر الله العظيم. هيا المهم تو باش نظم معايا البيت هذي ماما اسمعي ماما لا تنظمش معنا برا ماما لا انا باش ننحها باش ننظفها باش ندقلها شنو هذا؟ شو معناها؟ تنعاونكم فيها ماما انا اسمعي عسلامتكم الناس الكل ومرحبا بيكم ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة مساء النور عليكم الناس الكل. جيتكم اليوم فيديو جديد وان شاء الله يعجبكم وينال رضاكم. اما قبل هذا كيف العادة ديما نصلوا على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. استغفر الله العظيم واتوب اليه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. كما شفتوا يا البنات في اول الفيديو بيت الصغار كيف راس المجنون والله يا البنات دخلت بعضها دخلة مش نورمال. وهي لما حالة مرام هي اللي ما تدخل فيها بعضها هاي مدة تكلعب هاي تلعب عروسة وعروسة شنو هاي تلعب بالدمية هاي ساعات حتى تخرج في بشها مرة خزانة وتلبس فيهم وتحصيل وتلعبك وهو شي حاجة طبيعية كل اما معناتها دخلت بعضها برشا وانا نهارات لاهية عندي ما نقضي كل نخرج معناتها كل مرة هكا نعمل معكم كل مرة نعمل معكم في روتين وفي ميناج وكل والعشية كي تبدا عندي قضية نخرج خطر عنا ان شاء الله بينتو في سبتمبر اول سبتمبر عنا عروسات وكل قاعدة نحضر وهم العروسات قراب معناتها وكل هكا هو نحضر وكل وخليت هي في الاخر ماني شاركت معكم كل شيء بالصالة وبيت البان وكوجينا وكل شيء حاصل وشاركته معكم وصورت معناتها الميناج اللي عملته اني صورت معكم بيت الصغيرات هكا لهنا يعاونوا فيا هم باش معناتها ينظموا معايا واني والله ماذا بيا نكمل بكري لما حالة فقط بكري اليوم ديما اني النهارات كل نفيق بكري خطر بصراحة كيما يقولوا فيه وكيما قالت لي اختي وهيبة الفقام بكري بالذهب بشري ولا كيف المهم بالرسمي بالذهب مشري خطر الفقام بكري تعملي تقضي شهرك على بكري تعملي كل شيء كان عندك قضية تقضيها عندك مارش بتاع وقت وكل اما كي تبدي معناتها تفيق مؤخر كل شيء يدخل بعضه وما تكمليش بكري وحصل بصراحة معناها الميناء الوحده باش تعمل ميناج ولا حاجه لازم تسنس روحها واللي عندها عائله كل تسنس روحها ديما تفيق بكري تعمل كل شيء على بكري وتريقل امورها ومن بعد هكا يقعد مع الوقت اي حاجه باش تعملها من بعد لهنا مسحت لهم هكا الصندوق نتاع اللعب وقلت لهم رجعوا فيه اللعب اللعب اللي تصلحوا هكا المكسر وكل ما ترجعوش كل ما ترجعوش في الصندوق لو هو كل حصلوا هكا ينظموا كل واني والله مخارجة معناتها العشية عندي قضية هاكا علاش قلت خليني نعمل الميناج بتاعي وش نمسح زادا هاكا البيت في الكعاد وكل حتى باش نسيقها ونمسحها وبطبيعة هاكا الضربة للصالة وللكوجينة وكل روتين بتاع كل يوم بتاع كل مرا في دارها وكل
حتى كان عاملة ميناج كل لابد من هيك، باش تسبي منها، باش تريقلي منها، باش تعملي منها، باش تعملي كنسة ولا باش تعملي مسحة، المهم لابد. وكل اما بش وبالنسبة للفطور باش نعمل مكرونة صلصة باش يعاوني راجلي، فاهم معناتها باش نطيبوا مع بعضنا، باش ندخلوا مع بعضنا للكوجينة. خاطر كيما قلت لكم راني خارجة العشية، عندي قضية ايرجونت معناتها لازمني نقضيها اليوم. وما نوصيكمش عاد اللي اول مرة يشوف القناة يشترك ويفعل الجرس فضلا منكم، وليس امرا باش تكبر عائلتنا، صغرونا بكم ان شاء الله وربي يفضلكم الناس الكل. بنات اللي بالنسبه للملاحف هذوما والدراوسات وكل راهم نظاف، راه خاطر كيما قلت لكم في فيديو سابق راهو عاملين هجره تو جماعيه البيت الصاله نرقدوا فيها، علاش هذوما ما استعملوش فيهم نظاف غير جي سنه كل مره ننظموهم ونرجلوهم كل وكهو معناتها نظيفين، ما عندي علاش نغسل فيهم خاطر نظاف. اي حاجه تبدا مسخه عندي نحاها ونغسلها كل، ما هم استعملوش فيهم والله يكبر لهم يتغطوا حتى بملاحف اخرين الصغيرات في بيت الصاله، ما نحلوا الكليماتيزار وكل بعد هيك يبردوا شويه لما حال نسكر الكليماتيزار، اما عقاب الليل كيما نقولوا نحنا يتغطوا الصغيرات بملاحف وكل، وهذو ما نضاف غير جيت سكنستوي فيهم وكهو. والحق يا ربي هالنهاراتك ابرك الطقس مش سخون كما كان المده اللي فاتت وكل، وخاصه انه كان العشيه وفي المغرب معناتها العشيه وفي الليل وكل والله تولي نسمه ما شاء الله تبل تبل لك النسمه محلاها معناتها الحمد لله يا ربي الحمد لله، الواحد ما ينكرش فضل ربي الحمد لله الحمد لله. نهارات هذوما من العشيه تبدا نسيمه تبل تبل وكل لهنا هكا هذوما التابل دنوي هكا عملت لهم مسحه بالقدي بالقدي والله لقيت فيهم برشا معناتها هكا الكواقط وهكا تقص مرومه هاي تعمل حصيله هي وخا، اما هي اكثر حصيله كل ويحطوا في الجر هذاك حصيله كل فرغتهم ومسحتهم وخليت فيهم حتى شيء، قلت لهم حطوا فيهم كان حاجه هكا ضروري حاجه لازم تتحط معناتها مش الكواغط وكل حطوهم هزوهم حشاكم معناتها للبوباله وكل معش تحطوا حتى شيء خلطوا بعد منظمه، خاصه تو عاد باش تجي القرايه وكل الواحد ماذا به ينقص على روحه من بعد باش يتلهاها يهز في الصغار هاي يجيبها يقري فيهم وكل موش باش يقعد معناتها وبعد الشتاء حتى وقت الشتاء معناتها عرشتي قصير. لهنا اني نزل في روحي زاد حتى على خاطر مريوبه هاي فقط لي لهنا شدها جهاد شوي، ومن بعد مشيت لها رضعتها وكل قلت خليها ترقد يا اخي ما رقدتش قعدت هيك وكل حاولت حطيت على سرير جهاد وخليتها شوي حصيل، ومن بعد رقدت هزتها لبيت النوم قلت خليها غادي بعيده على الحس خاطر نومها خفيف هي في ساعه تفيق علي لطخ علي كلمه علي حاجه تفيق هكا وكي تفيق تقعد هكا المشوار ما ترقدش كمان نرقدها ونغني لها وحصيل ونعملهم الكل باش ترقد. الصغار والله على راحتهم مره يلعبوا مره كذاني مزروبه ماذا بيا نكمل في ساعه، وهم والله على والله لا على بالهم هاني وليت قلت خليني نكمل نلم معاهم هلو عبوا كله ومسحت مسحت البير ومسحت الشباك بتاع البيت مسحت بعد تشوفون مسحت شنو مسح الباب والحيوط كلهم هذوكم مسحتهم والبلينتا وكل شيء حصيله مسحته وكنستها مليح وبعدت الفروشات نتاعهم وكنست تحتهم باش من بعد كي نسيق نسيق عن نظافه وكل وهنيك نلم في هاك الكواغط الكل شوف كيفاش معناتها كل هذوكم كل ناحيتهم من هاك الكجورات نتاع التابل دنوي ومن كجر البيرو تاهو حصيله الصغار لازم ديما وراهم معناتها مهما تعمل كل الصغار لابد معناتها لابد. جهاد ولا ابرك شويه لما حاله، اما مرام اما مرام هي اللي تعمل في البيتيز ديما. هو لما حاله راهو الامات لازمهم يخلوا صغارهم هذه حاجه طبيعيه، خليهم يلعبوا خليهم يفرتوا الدنيا ويرجعها خليهم معناتها يعملوا اللي يحبوا عليه، خاطر كهو لازم ما تكونيش ام تسلطه ما تكونيش ام معناتها لازم ديما الدنيا تكون منظمه مسطره ولازم ما معناتها ما يمسخوش، لا هو كحاجه طبيعيه راهم كهو لازمهم حقهم هذاك معناتها مش مزيه من عندك راهو معناتها خليهم، اما تنجمي تربيهم انه كيف مثلا يمدوا لعب ولا حاجه يفرتوا حاجه بعد ما يكملوا منها يرجعها لبلاصتها، اما خليهم يلعبوا خليهم يعملوا اللي عينتهم فيه مادام وفي بيتهم وكل ما دخلها حد معناتها خليه يلعبوا، ولا اللي عندهم الوسع فما عباد عندهم وسع عاملين بيت خاصه هيك للصغيرات عاملين فيها اللعب نتاعهم والجيب نتاعهم الكل ويلعبوا فيها على راحتهم وكل، ومن بعد ما حتى كان خلاها هكاك عادي من بعد يرجعوا يلعبوا فيها وكي يحبوا يلموا لعبهم وكا يلموا
باهي راه الصغير يتعلم وينمو ويكبر ويتحل دماغه من اللعب ومن الاكتشاف، هكا يكتشف حاجة هكاك لازم يلعبوا الصغار. هكا هو لهنا السرسابه هذه زادت نسخت هكا شوي باليدين وكل يطلعوا عليها وكل. غسلتها المره اللي فاتت وهاني تو زاد قلت خليني نعملها تطليه هيك لهنا، هاني مسح معناتها عملت لها طليه ومسحتها مليح مليح، نظافتها انا وليت بالقدي حصل كل شيء، ولا نظفتها وكل شيء، ما خليت حتى شيء في البيت ما نظفتهاش، والخزاين زاد كيف كيف، وها قلت لكم لهنا الشباك وسرتهم، اما فما برشا حاجات ما شاركتهمش معاكم خاطر راهو باش ما يجيليش الفيديو طويل، هو معناتها وراني نقصت منها وكل، اما جاي طويل اني يعني والله ماذا بيا ما يجيكمش الفيديو طويل برشا باش ما تفدوش انتم وتاكلكوش. هكا علاش معناتها ما نحبش نطول عليكم برشا 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 برشا. هاني نسرع في الفيديو ولا نقص فيه دي سيكونس نقصهم وكل على خاطركم هكاهو. ماذا بيا معناتها يطلع الفيديو ماشي يطيح، خاطر كي ما تفرجوش عليه راه يطيح الفيديو هكا علاش. ما تنسونيش عاد من لايكاتكم كي العاده وتعليقكم المزيانه كيفكم، والله تعليقكم عسل الدنيا وانتم عسل الدنيا. المهم هكا هنا صبيت الماء وهاني سيقها، راني سيقت الدار كلها، هي عندي نهارين سيقتها وامس مسحت كل يوم بريس، قلت نمسح خاطر ساعات ما رام تنسخ لي الدنيا، تجيب مثلا كحاجة تاكلها طيح حاجة مثلا طيح ساعات طيح يعني يفس عليه حد يتعمل يعني، والحق يا ربي ما نحبش الدنيا معناتها كي تبدا حاجة لازم تنظف لازم ننظفها بصراحة، ما نحبش معناتها نخليها هكاكا، لازم ننظفها مثلا ساعات تاكل كدلاع ولا حاجة يتقطر يقعد منظر خايب، معناها لازم المسحان ولازم ولازم معناتها ما نجموش نخلو دنيتنا هكاكا، وراه الواحد ينظف مش حتى على العباد باش يجي حذاك حد، ساعات والله نقعد بجمعتين ما يجي حد ولا ما يطول حد، وساعات حتى أكثر، أما الواحد ينظف دويرته ليه هو معناتها نظافة من الإيمان، معناتها يربي صغيرته في دويرة نظيفة هيك ونظافة ليه هو، والدار نظيفة ومعقمة ومريقلة كل شيء تدخلها الملائكة بصراحة، معناتها باهي الواحد ينظف هيك الروح، أنا يعني واحدة من الناس ننظف روحي أول حاجة لصغيراتي وداري وراجلي كل شيء قبل كل شيء، وبطبيعة هكا الواحد حتى كيف يجيب حدا حد هكا ديما دينيته نظيفة مريقلة وكل. وأنا واحدة من الناس مثلا حتى كي يبدا مش نعمل ميناج ولا حاجة أكيد تقابلني مثلا تقابلني كرسي مسخ نحكه على البلاصة، تقابلني مثلا باب فيه متاش ولا حاجة نجيب هكا الميكروفايبر ونمسحه، نعمل شويه جفال وكل ونمسح اي حاجه باش كيف تعملوا ميناج ما يتكثرش عليكم الخدمه وتتعبوا هكاك، معناتها كيما ما تخلوش يتراكم عليكم، المهم باش ما تتعبوش وكل احسن حاجه هكاك تعملها. البنات باش نحكي في موضوع وديما مواضيع نحكي لكم فيها راه ديما هيك مترقت لها مع عباد وحكيت فيها هكا مع مثلا مع جارتي مع معناها معناها انتو راجل اللي نعيش فيه كسوا صاحباتي ولا حكى فيه مع حد هكا وكل. باش نحكي لكم على موضوع هو سبحان الله ربي قال واستعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان. فما واحدة هكا نحكوا نحن في مو في 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 قعدة هكا نحكوا كل شيء مع البنات، واحدة قالت لي كيف نحكي على حاجة ما تصيرش منها كل شيء واني مشكلتي، قالت هي نورمال هي قالت تحكي، قالت اني مشكلتي اني نقول مثلا كي يبدا في نبدو هكا في ميعاد ولا حاجة كيف يتجبد الحديث ونقول راني مش نعمل لك الحاجة ولا راني ماشي لك البلاصة ولا نحب غدوة نمشي نشري لك الحاجة كل، قالت لي نقول، قالت لي امي حتى امها هي الطفلة قالت ديما تقولي امي ما عادش تحكي، امها ديجا هي مجربة معناتها قالت لي، قالت لها امها كي نحكي حاجة ما يصيرش منها نقولش غدوة ماشي البلاصة الفلانية ما يصيرش منها، قلت لها معناتها ما عادش تحكي خليك هكا ما تقولي حاجه الا ما تتعامله، قلت لها يعني واحده من الناس قلت لها كلام امك صحيح،
خاطر الحائل اللي كان حكيتي عليها، هاني باش نسافر ولا باش نمشي دي بلاسمون ولا باش نشري حاجه ولا باش نمشي نحوس البلاصه الفلانيه، قلت لها راه ما يصيرش منها، معناها ما تصيرش الحكايه، ما تصير فيها تعطيل، ما تجيكش حتى كي تمشي ما تجيكش بالكدي باهيه. قلت لها ما تقولي على الحاجه الا مسيه تعملها، اما كي انت بزلتي ما عملتيهاش راه تطير منها البركه. خاطر الناس لطف الناس، فما بعض الناس مش الناس كل بطبيعه، فما ناس حلاوات الدنيا، اما فما ناس يحسدوك على حاجه تطير منها البركه، حاجه اللي تركز فيها العينين راهو سيء. شوفوا البنات اللي هنا هكا هكا نظفنا هكا البيت كلها وصيخناها، هذوما البلابل بتاع جهادي وخياني بربي، كان عند اللي عندها اولاد معناتها مغرومينش اولادكم بهالبلابل، البلبل النفاث، البلبل ترى شنو هو، والله راهو مرجني بيه. قلت لها بتجي لقراي خلينا نرتاحوا من هالبلابل بتاع ودني، والله كل بلبل باسمه، والشجاع والنفاث والترى شنو ودرى شنو ودرى شنو، مرجنا بيهم، مرجنا مرجنا مرجلك بيت يعني مرجالي. وين نشوف بلبل ما باش نحب نشري البلبل هذاك، نحب ترى شنو هذاك. حتى اختي بعثت لي، حتى بعثت لهم 6 من تركيا وكليكا، وشرينا نحن في الصيف، وكي جا ولد خالتي زادوا شنو بلابل، حصيلو كرهني في ام البلابل. هكا ولا هنا البنات تاني دخلت للكوجينة، كوجينة ما هي نظيفة ويدي فيها كل يوم، اما هيك الكنسة لابد منها، خاصة اني تو باش معناتها بعد طيب تعاون اللي راجلي كلش نطيب طيب. اليوم فطورنا مقرونة صلصة، مانيش باش نشاركها معاكم، مش باش نصورها لكم جملة، خاطر عاملتها شاك فوا، واللي تحب طريقة تدخل على الفيديوهات نتاعي تو تلقاها، واللي ما معناتها تحب تشوف معناتها وكل. قلت كيف تبدا حاجه ما عملتهاش معاكم ما كنشاركها معاكم، كي تبدا حاجه عملتها قداش من مره كل شيء معناتها ما فماش اضافه، معناتها فماش حاجه جديده باش نعطيها لكم الكل. المهم خلينا نرجع بيكم الموضوع بتاعنا. قالت لي هي، قلت لك على الطفله المراه هي وكل، قالت لي هي محلاها بصراحه، ان شاء الله تكون تسمع فيها. قالت لي المشكله ما انا شعفش ديما نقول معاش باش نقول معاش باش نحكي، قالت لك ونقعد جمعتين ساعات حتى اكثر وبعد نقول. قالت لي مشكلتي هذيك كل، قالت لي نمشي ولساني يمشي. قلت لها انا محله برشا كيفك، حتى انا كنت صغيره كنت نحكي كل، بعد كبرت ونضجت وكل ولد ما عادش نحكي، وحتى من امي تقول لي ديما كي تعملي حاجه ما تقوليش عليها لحتى حد وكل. والله البنات بالرسمي هي الحكايه دي معناتها بالرسمي، ربي سبحانه ما يقولناش حاجه الا معناتها رب العالمين عارف مصلحتنا عارف كل شيء. كيف نقول باش نمشي، كنت ناوي باش نمشي لبلاصه وكله وسمعوا بها العباد، وما عرفش اني ما حكيتش عليها، المهم شكون حكى فيها وكل. المهم خرجت الحكايه وكل، اني ماشيه لبلاصه ما صارتش منها الوقت هذا ما مشيتلهاش لبلاصه. ومره اخرى زاده حبيت نسافر باش نمشي لتركيا وكل، ما حكيت لحتى حد حتى 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 حت كان راجلي وامي بطبيعه في بالها. وفي اخر في الاخر معناتها قبل ما نمشي بنهاراتك جيب حذايا بابا كل، قلت له راني ماشيه للبلاصه الفلانيه وكل لكم دارنا المقربين المقربين، ما قلت حد حتى امي فاطمه جدتي ما قلت لهاش وكل، وصدق وما قلت لحتى حد ما يعلم. الناس كل جتهم كيف معناتها كيف بعد عاد عرفوا تفاجئوا الناس الكل. سبحان الله جتني سفره محلاها تهبل مزيانه بالقدي بالقدي، اموري واضحه وقضيت اللي حاجتي بيه. وقعدت اختي يا غادي قعدت بحذاها، قعدت حذاها 20 يوم وكل، مريقلين مشتني خويا ومرا مريقلين وكل. سبحان الله معناتها ما قلت لحتى حد، والله حتى كلمتني ساعتها خالتي هي فرنسا كلمتني تحسبني في البلاد وكل، شو قلت لها راني في تركيا، تفاجأت معناتها. وجدت قلت لكم سفره محلاها وحوست فرهدت وكل، خاطر حاجه كيما تقولوش عليها العباد والله تجيكم حلاوات الدنيا تجيكم محلاها محلاها، اما كان حكيت وكل وكثره العينين راهي تطير البركه، فخاطر راهي مش الناس كل تحبك، مش الناس كل تحب لنا الخير، راه هذا واقع معناتها، مش الناس كل تحبك تعيشي بالقدا تحبك تعمل تشريك الحاجه، فما ناس تحسدك حتى حاشاكم على كي تشريش لك من السوق تحسدك عليه، فهمتوني؟ ولهذا كي تحبوا تعملوا حاجة ما تحكوا حتى لحد حتى 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 راهو كان بديتي بلا 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 والله لا يصير منها شيء ولا تعملي منها حتى شيء. تحبي حتى تحبي تسافري اسقطي ما تقولي لحد حد، تحبي معناتها تشري حاجة اسقطي، تحبي معناتها المهم اي حاجة ناويتها في خاطرك وتحبي تعملها تستني زادة في حاجة باش تجيك ولا باش كذا اسقطي، ما تحكي لحد، احكي كان كيف الحاجة تشدها بيدك،
اما راهو كان باش تبدي راني مش نعمل وراني مش ندني وراني كذا وكذا، صدقيني الكل يمشي هباء منثورا، ما تعملي منها حتى شيء. وكل وبرشا عباد مجرب الحكاية هذه وتعرف منها، اللي يحب يحقق حاجة يعملها سكريتو، ما يقول عليها لحتى حد. والله صدقوني في وقتنا هذا فما برشا عباد بنات حتى كي يتخطبوا ويعرسوا ما يقولوا لحتى حد، والله خايفين من العين وخايفين برشا حاجات وكل. شوفوا مرة ما بنتي هتركب في البيزل، والله ما شاء الله عليها ركبتها كل بالصحيح، الكل عندهم أربعة هما بالبيزل هذوما كل ولا تركب فيهم بالصحيح، باهي يحل دماغه وباهي بصراحة حاجة كيف فكرية خير من التليفونات وخير من كل شيء. فما كعبة ضيعتها ما لقيناهاش من عرش شوي. البنات لهنا باش نعمل معاكم وصفة بنينة وسهلة، بصراحة محلاها تب الوصفة هذه، اسمها المبروشة. تنجموا تعملها يجي بحذاكم ضيف ولا عشوية ولا صبحية باش تعمل تشربوا بها كويس تاي كويس قهوة كما تحبوا انتم، وتعجبكم وتعجب صغيراتكم وتعجب حتى ضيفانكم، حاجة بنينة برشا. والله البنات ما شاء الله بالبنة جربها وتذكروني. اول حاجة المكونات بتاعها سهلة، 125 جرام زبدة، عندي اربع هذوما كعبات، عملت خمسة كعبات زدت كعبة اخرى من بعد تفاح، اي نوع تفاح عندكم تنجموا تعملوا بيه، نحيت لهاك القلوب من داخل وش نقشرهم الكعبات. وخلينا نكمل لكم المكونات الاخرين، قلت لكم 125 جرام زبده، اربعه ولا خمسه كعبات انتم كبر الكعبه، نص كاس سكر وزوز كيسان فارينه وواحد خميره فاني وواحد سكر فاني، هذا ما هم مكونات نتاعها. انا عملت معاهم شويه هيك عطرشيه باش نحي ريحه العظمه هذيك. اكهو سهله ماهله ما فيها حتى شيء، وتجيكم بنينه وتجيكم مطريه من داخل وتتقرمش من برا. تولي هنا كقشر في الكعبات وكل، شوفوا قشرتهم. ومن بعد باش نبشرهم هذوم بالمبشره نتاع تفاحاتنا، نبشرهم بالمبشره نتاع الجبن. وعندي زاد نسيت ما قلت لكمش مغرفه هيك صغيره ممسوحه قرفه، حتى نقول لكم على طريقتها بالضبط، صورتها لكم كل طريقه بالضبط اش تحبوا تعملوها جربها وقولوا لي رايكم. تول هنا كيما شفتوا هكا نبشر في كعبات التفاح، وقلت لكم هذه هي تسماها معناتها مبروشه، والا تنجم تقولوا تارت بالتفاح والا كيما تحبوا، معناتها هذه هي خطر هي مبروشه خطر بعد شو نحط عليها العجين نبشروا العجين من فوق. هذه مرام بنتي هكا تعمل لي في تبشر لي في شويه قرفه خاطر ما عنديش مرحيه. باهي لهنا البنات عملت الكعبات التفاح المبشورين هذوك في القلايه نتاعي، زدت عليهم زوز مغارف ولا ثلاثه مغارف سكر وعليهم مغرفه ممسوحه قرفه مرحيه، نخلطهم هكا كل مع بعضهم. وبعد نشعل الغاز ونحطهم ونخليهم يتذبل هكا التفاح هكا ويتذبل مليح مليح، خليه مثلا بعد ما يبدا هو يذبل هكا خليه 7 دقائق 10 دقائق وقص عليه الغاز هكا هو في ساعة في ساعة معناتها ما يبطاش. وتولي هنا جبت بول حطيت فيها كعبة العظم، وباش نحط فيها 125 جرام زبدة بحرارة الغرفة تكون، ونخلط هكا بيدينا بالكدي بالكدي، ما تسحقوش لا ماكينة لا عجانة لا حتى شيء، معناتها بيديكم في تفيت عاملاها وسهلة ماهلة. ومن بعد باش نبدا نضيف هكا شطر كاس سكر نضيف فيه بالتدريج هكا نضيف ونخلط نزيد ونخلط. وقيسوا بنفس الكاس، معناتها الكاس هذاك باش نقيس به زوز كيسان فارينه، زوز كيسان فارينه، ونبدا نخلط هكا بشوي بشوي. ونسيت ما قلت لكمش كيف تحطوا السكر زاد حطوا السكر فاني، وكي تحطوا الفارينه حطوا خميره الجاتو. واني حطيت حتى هكا نكته عطرشيه على ريحتك العظمه كل، حطيت شوي ما تحبوش تحطوا ما تحطوش راهو، وكل خطر حتى السكر فاني راهي ينحي ريحه العظم وكل هكا. خلطوها معناتها بالكدا لين تحصلوا على عجينه هكا رخوه وسوبل، حتى تشوفوها كيفاش هكا. نضيفوا الفرينه بشوي بشوي، وهذه سهله ما فيها حتى شيء وما تطلبش منكم وقت لا مجهود لا حتى شيء، وحتى مكوناتها سهله موجوده في كل ده هكا لهنا راهي مريقله سي بون عجينتها باهيه. جبت لهنا اللي هذايا المول بتاع التارت حطيت فيه بابي كويسون، وباش نحط نحي اكثر معناتها باش نحي منها العجين ونخلي طريف بركه، نخلي طريف حاجتي بيه من بعد. نحاول
نحل العجينه هذيك على كبر البون بتاعي، وعملت في بتاع التارت هذايا باش تجيني فيه هيك التشريفه هذيك الزينه هيك بتاع الواحد، ونشد هذايا ننقبهم مليح مليح. ما عندكمش هذه اعملوا سامحوني بالفرشيطه. وتو جبتك التفاح متاعي اللي ذبلته ونحطه ونوزع على كامل البون المول، ومن بعد العجينه هذيك اللي قعدت ما هي معناتها رخوه شوي كبش نبشرها ما تجينيش، لازمني نزيدها شوي فرينه باش تولي يابسه شوي، معناتها شاده روحها بالكدا باش نجم نبشرها. شوفوا لهنا كان نبشر فيها، حاولوا وزعها على كبر المول نتاعكم واستواها باش يجيكم كلها مغطيه بالعجينه هذه. هي علاش يسموها مبشوره؟ اسمها مبشوره مبروشه اسمها. كان تشوفوا ما رابطتش شنو تقول لها تضحك. المهم هكا لهنا كملت، هكا اشوفوا لهنا كيفاش هكا وزعت العجينه كلها بشرتها وكلها حطيتها على الوجه نتاعها الكل. وسخنوا الفور هيك مسبقا، اني سخنت هكا حكايه 4-5 مينيت هكا سخنت سامحوني الفور نتاعي. وباش نحطها الفور نتاعكم كما كان كيف الفور نتاعي هذا، تحطوه على 180 درجة، تخلاها حكاية 20-22 دقيقة. انتم هي لما حالك يطيب باش تخرجك الريحة البنينة بتاع التفاحة وبتاع القرفة تهبل. وهكا تحمر من فوق، وحطها من فوق من اللوطة النار، معناها من فوق من اللوطة. وصدقوني وما طبطاش، قلت فيت فيه 20 دقيقة 22 دقيقة هكاكا. وتبدأ ريحتها تفوح ما شاء الله بنا عالمي. ها لهنا حضرت ال المبروشة متاعنا، هاي حضرت حمارت. شوفوا لهنا راني في الليل، خسارة ما ديما تصوير الليل مش كيما النهار. حمارت راهي بالكدي هاكا حضرت معانا، خلاها تبرد منقصوهاش هي سخونة، قصها كان هي باردة باش ما تكسرناش. يعني مرام بنتي والله مزروبة عليها، والله كسرتها لي شوي. شوفوا لهنا كيف جت من فوق من اللوطة، شوفوا جت ما شاء الله والله كي من فوق من اللوطة جت حمرا وما لصقتش، ما حطيت فيها بابي كويسون. ولهنا حبيت نطيب معاها كويس تاي وكها، ومعناتها انا باش نهزو للصالة وبعد ما تعشينا وباش نعملو هكا قاعدة على تلفزة وبالجاتو هذه البنينه ولا تارت بالتفاح كما تحبوا تسموها. المهم هي هذه قلت لكم تركيه وبنينه برشا، وشفتوا مكوناتها واللي تحب تجربها تقول لي كان جربتها تقول لي عجبتها ولا. اما راه متاكده باش تعجبكم خاطرها بنينه على الاخر يا البنات. البنات في عوض الزبده زادت تنجموا تعملوها بالزيت، اما نحبذها بالزبده خير. وبالنسبه كان ما عندكمش المول هذاك نتاع التارت تنجموا تعملوها حتى صينيه عاديه كاريه ولا مدوره عاديه، حتى كان عندكم هذكم الصغار نتاعك الحلوفه البقلاوه والحاج تنجموا تعملوها بها، معناتها ما تحيروش باي مول اعملها. معناتها تجي في كل الحالات. البنات الببروشه هذه راهي تركيه، وزدت مع عملت معها تاي تركي وجدت فاوحة وبنينة وريحتها زكية. وصلت بكم لنهاية الفيديو، ان شاء الله عجبكم ونتقابل في فيديو قادم. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، بسلامة وفي امان الله.